وفي مطار بلغراد كان فخامة الرئيس جوزيف بروز تيتو والسيدة عاقلته في انتظار وصول الأقطاب الثلاثة. وعند نزول الأقطاب من الطائرة عانقهم الرئيس اليوغوسلافي مهنئا إياهم بسلامة الوصول. وقدم للأقطاب نواب الرئيس اليوغوسلافي الأربعة ووزير الخارجية ووزير الدفاع وكبار رجال الحكومة وعقيلتهم. وعزفت الموسيقى السلام الوطني للدول الأربعة وأدى التحية حرس الشرف. وصحب الرئيس اليوغوسلافي الأقطاب في استعراض حرس الشرف. ثم قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى حيث اصطف كبار المستقبلين من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأعضاء الوفود المشتركة في المؤتمر وقواد الجيش اليوغوسلافي فصافحهم سيادته. ثم قدم السيد حسن رجب سفير الجمهورية العربية في بلغراد للسيد الرئيس أسرة السفارة العربية. وودع الرئيس تيتو الرئيس جمال عبد الناصر بالمطار. ثم استقل الرئيس جمال عبد الناصر سيارة من المطار إلى المدينة في موكب رسمي بين حفاوة الجماهير الزاخرة التي أخذت تحيي الرئيس جمال عبد الناصر وتهتف بحياة السلام. وصل الموكب إلى قصر الضيافة الذي أعد لضيافة الرئيس. بلغراد عاصمة يوغوسلافيا التي اتجهت إليها أنظار شعوب العالم المتطلعة إلى السلام، وقد لبست أبهى الزينات احتفاء باستقبال أقطاب السلام جاءوا إليها من جميع أنحاء العالم يعلنون كلمة الحرية ويضعون أسس التعايش السلمي بين الشعوب ويقررون إرادة ربع سكان العالم في وقف التسابق الجنوني نحو الحرب التي تهدد كيان البشرية كلها. وفي مقر برلمان يوغوسلافيا تلتقي الكلمات الحرة وترتفع الشعارات الصادقة بالمحبة بين البشر والمساواة في الحقوق والواجبات والحرية لأبناء الشعوب المتطلعة للتخلص من نير الاستعمار. في صباح اليوم التالي بدأ الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعاته بمختلف الوفود. ففي الساعة 11 صباحا اجتمع الرئيس بالشيخ إبراهيم السويل وزير خارجية المملكة العربية السعودية. ثم استقبل السيد صائر سلام رئيس وزراء لبنان والسيد فيليب تقلى وزير خارجية لبنان. وصل إلى قصر الضيافة الأمير سيف الإسلام الحسن رئيس وفد اليمن. فاستقبله رئيس جمال عبد الناصر واجتمع به بعض الوقت. وبعد الظهر استقبل رئيس جمال عبد الناصر السنيور دور دي كوس رئيس جمهورية كوبا، وشهد المقابلة الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية. وزار الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس السوداني الفريق إبراهيم عبود في قصر الضيافة. واستقبل الرئيس السوداني الرئيس العربي بالترحاب. واجتمع الرئيسان داخل الدار. وزار الرئيس بعد ذلك السيدة بندرة نايكة رئيسة وزراء سيلان في قصر الضيافة. وقد بحث الرئيس جمال عبد الناصر مع السيدة بندرة نايكة في هذه الزيارة بعض المسائل المتعلقة بالمؤتمر. وزار الرئيس بعد ذلك الرئيس أحمد سوكارنو رئيس جمهورية إندونيسيا في فندق متروبول. واجتمع الرئيسان بحضور وزير خارجية البلدين. واستقبل الأمير سيهانوك رئيس وزراء كمبوديا الرئيس جمال عبد الناصر عند وصوله إلى قصر الضيافة. وتعانق الرئيسان في مودة. وقدم الأمير الكمبودي للرئيس أعضاء وفد بلاده. واجتمع الرئيسان داخل الدار بحضور السيد علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية، حيث استعرض أهم المسائل التي ستعرض على المؤتمر. وفي الساعة 9 مساء زار شري جواهرلال نهرو الرئيس جمال عبد الناصر في قصر الضيافة، وكان بصحبة الرئيس الهندي السيد كريشنا منن وزير الدفاع، وقد استقبلهما السيد الرئيس. واجتمع قطباء الحياد الكبيران بحضور الدكتور محمود فوزي والسيد علي صبري الوزيرين العربيين، حيث تناول الرئيسان وجهات النظر في أهم المشاكل الدولية.
واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر في صباح اليوم التالي الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس. وقد قدم الرئيس التونسي للرئيس جمال عبد الناصر أعضاء وفد بلاده في مؤتمر الدول غير المنحازة. وشهد المقابلة السيد علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية. وفي صباح يوم 1 سبتمبر افتتح مؤتمر دول عدم الانحياز في العالم، ورفرفت على دار البرلمان اليوغوسلافي أعلام الدول 24 المشتركة في المؤتمر، وكانت الوفود تصل تباعا إلى مقر البرلمان. الرئيس أونو رئيس وزراء بيرما، السيد إبراهيم السويل رئيس وفد السعودية، الرئيس كوامي نكروما رئيس جمهورية غانا، السردار داود خان رئيس حكومة أفغانستان، السيد يوسف بن خدة رئيس حكومة الجزائر، الرئيس دار ديكوس رئيس جمهورية كوبا، الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس، السيد هاشم جواد رئيس وفد العراق، السيدة بندرا نايكا رئيسة وزراء سيلان، الإمبراطور هايلا سيلاسي إمبراطور الحبشة، الرئيس آدن عبد الله رئيس جمهورية الصومال، الرئيس السوداني الفريق إبراهيم عبود. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى مقر البرلمان وحيا سيادته الجماهير المحتشدة التي كانت تهتف بحياة أقطاب السلام والحياد. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى قاعة الاجتماع ليلتقي برؤساء الوفود للقاء المحبة. بينما أخذ الأقطاب والرؤساء يتبادلون التحية في جو من التفاهم والإجماع على إقرار معاني السلام والحرية. وأخذ الأقطاب والرؤساء وأعضاء الوفود أماكنهم في القاعة الدائرية التي شهدت ممثلي ربع سكان العالم جاءوا من كل مكان سعيا وراء تنفيذ إرادة شعوبهم وشعوب العالم قاطبة في الحرية والأمن والمساواة والسلام. كما احتشرت القاعة برجال الصحافة العالمية الذين تتبعوا أخبار المؤتمر الدولي الهام لحظة بلحظة. وأعلن الرئيس تيتو بوصفه رئيسا للدولة المضيفة افتتاح المؤتمر، وألقى خطابا شرح فيه الفكرة من هذا الاجتماع، ثم طلب إقرار جدول الأعمال الذي وضع مشروعه في القاهرة. وتكلم الرئيس أحمد سوكارنو رئيس جمهورية إندونيسيا فقال إن التوتر العالمي يرجع إلى الاستعمار وتمزيق وحدة الشعوب على غير إرادتها كما حدث في ألمانيا وكوريا وفيتنام، وقال إن الشعوب المقسمة يمكن أن تعيش وتتعاون في سلام. وألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابه الذي وضع فيه أمام المؤتمر 6 مشكلات عالمية، كما اقترح الحلول التي تصلح مفاتيح لها التي كانت تمثل أملا عريضا للبشرية تتحول أحيانا إلى ميدان للصراع بين الكتل، أو تجري المحاولة لاستعمالها كأداة في يد الاستعمار، ثم يصل الأمر بها إلى حد أن قراراتها لا تصبح لها في بعض الظروف من فرص الحياة إلا بقدر ما توفره لها سياسة القوى الكبرى. وليس أدل على ذلك من أن قرارات الأمم المتحدة بشأن حقوق شعب فلسطين ما زالت بعد سنوات طويلة من الزمان حبرا على ورق، لأن سياسة بعض القوى الكبرى في منطقتنا أرادت أن تسند إسرائيل تحديا لكل قانون ولكل عدل. بل إن المأساة تبدو في أبعادها الحقيقية إذا ما ذكرنا الواقع التاريخي لما حدث سنة 48، وهو أن الأمم المتحدة والهدنة التي فرضتها في فلسطين كانت بالذات الستار الذي تسلل العدوان تحته وفي حماه إلى تحقيق أغراضه وإلى احتلال الأرض التي اغتصبها من أصحابها الشرعيين. وبعد انتهاء الاجتماع الأول غادر الرئيس جمال عبد الناصر قاعة الاجتماع ومعه جلالة الملك الحسن ملك المغرب وفخامة الرئيس تيتو رئيس الجمهورية اليوغوسلافية، واستقبلت الجماهير المحتشدة أقطاب السلام بالتصفيق والهتاف.
وفي المساء رأس الرئيس جمال عبد الناصر الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر. وكان رجال التلفزيون العربي واليوغوسلافي كما كان رجال التلفزيون العالمي من جميع أنحاء العالم ينقلون لشعوب العالم جلسات المؤتمر وما يلقى فيه من خطابات وما يدور فيه من مناقشات. وأعلن في هذه الجلسة الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس أن بلاده ستتقدم إلى المؤتمر بمقترحات لعقد مؤتمرات دورية من رؤساء الدول غير المنحازة. ثم تكلم جلالة الملك الحسن ملك المغرب وشرح موقف المغرب من القضايا المعروضة على المؤتمر مناديا بضرورة إيجاد الحلول الفعلية للمشاكل التي تهدد السلام العالمي. وفي صباح يوم 2 سبتمبر زار الرئيس أونو رئيس وزراء بيرما الرئيس جمال عبد الناصر في قصر الضيافة، وقد أمضى الرئيسان بعض الوقت في مباحثات حول المشاكل المعروضة على المؤتمر. ثم قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى مقر المؤتمر وبرفقته الوفد العربي في المؤتمر لحضور جلسة الصباح التي تحدث فيها الإمبراطور هايلا سلاسي والرئيس نكروما. وقد قدم الرئيس جمال عبد الناصر في هذه الجلسة اقتراحا بأن تبدأ لجنة مكونة من عضو واحد عن كل وفد اجتماعاتها على الفور من أجل صياغة القرارات والتوصيات التي يقوم بها المؤتمر أولا بأول، وقد وافق المؤتمر بالإجماع على هذا الاقتراح. وفي صباح اليوم التالي استقبل الرئيس جمال عبد الناصر السردار داوود خان رئيس حكومة أفغانستان، وحضر المقابلة السيد علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية. وبعد ذلك وصل الأقطاب تباعا إلى دار المؤتمر لحضور الجلسة الصباحية. وأخذ الأقطاب والرؤساء أماكنهم في القاعة استعدادا لبدء الجلسة، وكان المصورون من رجال الصحافة والسينما والتلفزيون يلتقطون الصور الإخبارية لموافاة الرأي العام العالمي بما يدور في المؤتمر. وألقى الرئيس جوزيف بروس تيتو في الجلسة خطابا دعا فيه إلى عقد مؤتمر دولي تشترك فيه دول العالم لدراسة مشكلة نزع السلاح. وقال الرئيس اليوغوسلافي إن الموقف الآن أصبح من الخطر بمكان، ولا ينبغي أن يترك مصير العالم بين أيدي الدول الكبرى وحدها. واستقبل الرئيس في قصر الضيافة الرئيس عبد الله رئيس جمهورية الصومال، وحضر المقابلة الدكتور محمود فوزي والسيد علي صبري والسيد محمد فائق مدير مكتب الرئيس للشؤون الإفريقية. وقضى الرئيسان بعض الوقت في مشاورات ودية. وفي المساء أقام فخامة الماريشال تيتو والسيدة عقيلته حفل استقبال في فندق متروبول تكريما للأقطاب ورؤساء الوفود في مؤتمر الدول غير المنحازة. وقد وقف الرئيس اليوغوسلافي والسيدة عقيلته يستقبلان كبار الشخصيات. قضى الجميع وقتا طيبا تسوده المودة والمحبة والإخاء. وفي الساعة 10 مساء أقام الرئيس جمال عبد الناصر في قصر الضيافة مأدوبة عشاء تكريما لجلالة الملك الحسن ملك المغرب وأعضاء وفد المغرب. وقد حضر المأدوبة السيد علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية والسيد عبد الخالق الطريس سفير المملكة المغربية في القاهرة. في صباح اليوم التالي زار الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس في قصر الضيافة، واستقبل الرئيس التونسي الرئيس العربي بالترحاب. كذلك جلالة الملك ماهاندرا ملك نيبال، واجتمع بجلالته بعض الوقت وحضور السيد علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
عفد إلى قصر الضيافة السيد أنطوان جيزينجا نائب رئيس وزراء الكونغو، يرافقه السيد جوستين بامبوكو وزير الخارجية، وقد استقبلهم السيد علي صبري مرحبا بزيارتهم. وأقبل الرئيس جمال عبد الناصر فصافح الزعيم جيزينجا مرحبا بلقائه. ثم وصل إلى القصر السيد سيريل أدولا رئيس حكومة الكونغو، فاستقبله الرئيس جمال عبد الناصر. وعقدت الجلسة الأخيرة في مقر المؤتمر، وبدأ أقطاب الوفود يصلون إلى مقر انعقاد المؤتمر الأسقف مكاريوس. جلالة الملك الحسن، جلالة ملك نيبال، السيد أدولا. والتف المصورون حول ممثلي الكونغو يلتقطون لهم الصور ترحيبا من الصحافة العالمية بالكونغو المتحدة في المحافل الدولية. وفي هذه الجلسة قدم الرئيس جمال عبد الناصر اقتراحا بأن ينقل الرئيسان نهرو ونكروما رسالة موجهة من المؤتمر إلى رئيس السوفيتي خروتشوف، كما ينقل الرئيسان سوكارنو وموديبو كيتا رسالة المؤتمر إلى الرئيس الأمريكي كينيدي، وذلك إيمانا من المؤتمر بأن المفاوضات بين الكتلتين هي الطريق الوحيد لحفظ السلام وتفادي الحرب. وغادر الرئيس جمال عبد الناصر وباقي الأقطاب مقر انعقاد المؤتمر بين الحفاوة البالغة من الجماهير التي أخذت تنادي بالسلام واستنكارها لشبح الحرب الذي يهدد البشرية. ولبى الرئيس جمال عبد الناصر دعوة الأسقف مكاريوس لتناول طعام الغداء في قصر الضيافة. واستقبل الرئيس القبرصي الرئيس العربي بالترحاب. وحضر الاجتماع بين الرئيسين الدكتور محمود فوزي والسيد علي صبري وأعضاء الوفد القبرصي. وبعد الظهر زار الرئيس جمال عبد الناصر السيد رئيس جمهورية كوبا في قصر الضيافة. واستقبل الرئيس الكوبي الرئيس جمال عبد الناصر عند وصوله. وزار الفريق إبراهيم عبود الرئيس جمال عبد الناصر في قصر الضيافة. واجتمع الرئيسان بحضور السيد علي صبري والسيد أحمد خير وزير الخارجية السودانية. وتناول الاجتماع مشروعات القرارات المقدمة للمؤتمر. واستقبل الرئيس بعد ذلك جلالة الملك الحسن ملك المغرب في قصر الضيافة. واجتمع الرئيس بجلالته بعض الوقت. وفي المساء استقبل الرئيس جمال عبد الناصر السيد كارديلي نائب رئيس جمهورية يوغوسلافيا. وقد أمضى الرئيس العربي بعض الوقت مع نائب رئيس اليوغوسلافي. وفي صباح يوم 7 سبتمبر استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بقصر الضيافة السيد هاريسون موريسون رئيس حزب التحرير في أنغولا، وتناول الحديث موقف بلاده من قضية الحرية والقضاء على الاستعمار العالمي. واستقبل الرئيس بعد ذلك أسرة السفارة العربية في يوغوسلافيا، وقد قدمهم لسيادته السيد حسن رجب سفير الجمهورية العربية في بلغراد. كما استقبل سيادته ممثلي الطلبة العرب الذين يتلقون العلم في يوغوسلافيا، وقد أهدى الرئيس صورة تذكارية لسيادته رسمها الطلبة العرب. وقصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى حديقة الصداقة في ضواحي بلغراد. وقد استقبل الشباب سيادته بالأناشيد الوطنية. وغرس رئيس جمال عبد الناصر شجرة الصداقة رمزا للصداقة بين الشعوب وتذكارا لهذا المؤتمر السلمي الكبير.
وأخذت الصور التذكارية لسيادته يحيط به الشباب. وغادر رئيس المكان مودعا بالتحية والتكريم. وفي مطار بلغراد كان الرئيس جوزيف بروز تيتو في وداع الرئيس جمال عبد الناصر، وعزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين، وأدى التحية حرس شرف من الجيش اليوغوسلافي. ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف. وصافح رئيس المودعين من كبار الشخصيات وأسرة السفارة العربية. وعنق رئيس جمال عبد الناصر الرئيس جوزيف بروز تيتو. ثم صعد سيادته إلى الطائرة. لقد انتهى المؤتمر الكبير، معلنا أن هذا المؤتمر لرؤساء دول وحكومات البلاد غير المنحازة، لا أشعر بالقلق البالغ إزاء الموقف الخطير القائم إلى جانب التوتر الدولي الماثل، الأمر الذي لم يحدث مثله من قبل، والذي يهدد العالم بخطر احتمال وقوع نزاع يتطور إلى حرب عالمية. ويؤكد المشتركون في المؤتمر تأييدهم للإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، كما يطلب إنهاء الأعمال العسكرية فورا، وكذا إجراءات القمع الموجهة ضد الشعوب، كما يؤيد كفاح شعب الجزائر، كما تدعو الدول إلى تعاون البلاد المشتركة في المؤتمر في كل الميادين، وتوصي بالاعتراف بحكومة الصين الشعبية. وأعلن المؤتمر قلقه من تطورات مشكلة برلين. وغادرت طائرة رئيس جمال عبد الناصر بلغراد في طريقها إلى القاهرة بعد أن انتهى مؤتمر السلام الكبير الذي قام فيه الرئيس جمال عبد الناصر بدور أساسي حاسم لتصبح قراراته إيجابية من أجل السلام. ووصلت الطائرة إلى مطار ألماضة. وكان السادة نواب الرئيس في استقبال سيادته. وعند نزول الرئيس من الطائرة استقبله السيد رئيس مجلس الأمة والسادة نواب الرئيس استقبالا مليئا بالحب والوفاء. وصحب المشير عبد الحكيم عامر السيد الرئيس إلى منصة التحية. وعزفت الموسيقى السلام الوطني وأدى التحية حرس الشرف من الحرس الجمهوري. ثم فتش الرئيس حرس الشرف. وقدمت الفتيات للرئيس باقات الزهور. ثم مر سيادته على كبار المستقبلين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والزوار ورجال الدين وقادة الجيش والوزراء وكبار الشخصيات العربية والشرقية ورجال الاتحاد القومي، بينما ارتفعت هتافات الجماهير بحياة بطل السلام. وغادر الرئيس المطار في عربة مكشوفة إلى داره. وكانت الشوارع والطرقات محتشدة بالآلاف المؤلفة من الجماهير التي أخذت تحيي الرئيس هاتفة بحياة بطل السلام. وكان سيادة الرئيس يرد التحية للشعب الوفي. وهكذا انتهت رحلة جديدة من رحلات السلام التي يقوم بها الرئيس جمال عبد الناصر في سبيل إقرار معاني الحرية والكرامة والسلام.